غادر الرئيس الأمريكي إلى واشنطن متوجها إلى آسيا في جولة تستمر نحو أسبوعين. وقبل مغادرته أطلق ترامب السيل من التغريدات التي تنتقد وزارة العدل وطلب بمحاكمة خصومه السياسيين. وأقلعت الطائرة الرئاسية إلى هاواي، ومنها ينتقل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين. وسيكون الموضوع الرئيسي على جدول مباحثات ترامب هو جهود احتواء خفض البرنامجيين البالستي والنووي لكوريا الشمالية.